كم صار مدنين يسوها أحرار. أنا في الوتيل طبعا، ما تنجمش تدبرني يا معنى. باهي اسمعني. ما تنجمش تدبرني جواش ولا ديماركار، باش نكتب بها على القماش. كم صار مدنين يسوها أحرار. I'm not worried, I just want to get everything prepared, but I don't have the slogan yet, so it's the thing that drives me crazy. You think police know you, or just... Yeah, they know me, but I don't think they know me when I was in the garage, because... I was so different. أمينة ليش عملت هيك؟ أنا حممت فيها الحكاية من الصيف. حممت إنه نعمل هكا وبعد كنت سنة في حكاية باش تقاويني وحكاية باش تشجعني باش نعمل هكا. حسيت اللحظة بعد الثورة واللحظة اللي خرج فيها فيلم نجي 2000 لايسيتي إن شاء الله. اللحظة ذيك أنا حسيت إنه تونس نجم تولي إيران كي شفت الاعتداءات اللي صارت على على فيلم أنا يحكي على الملحجين في تونس. حسيت إنه فما خطر على تونس. وبعد أحداث العبدلية وحرق المقامات والاعتداء على المثقفين وعلى الصحفيين قلت سيبون معناها تونس هي تعمل حكاية تولي تونس إيران. وفي الصيف شهر جويليا شفت تصاور في أمان في باريس. حسيت حكاية ذيك معناها كفيمينيزم جديد ينجم فيمينيزم هذاك يوصل برشا حاجات وحاجات بطريقة راديكال خاطر هما يستعملوا في طريقة راديكال معناها باش يوصلوا المساجات نتاعهم يقولوا حتى نحنا نستعملوا طريقة راديكال. ومن بعد من دون قلت لي وسا سي با في تونس وشنو باش تكون ردة الفعل نتاع الناس وشنو باش تكون ردة فعل عائلتي وهذا باش يرجع بالخايب على معارضة تونسية. ومن بعد نهار تلميت شكري بالعيد بون مش نهار تلميت هو مات 6 فيفغيي ل 9 فيفغيي انا قلت سي بون امينة لازم تعمل تصاور وعملت تصاور عملت صار خطر حسيت اختار على روحي انا كتونسي مش اختار على حياتي اختار انه انا نجم غدوة نولي ما نجم ندور في الشارع كانوا انا لابسة نقاب نجم انا صحابي الولاد ما عادش نجم نشوفهم نجم حسيت اختار على انا كامرا من المجموعات السلفية هذول اخ قلت سي بون لازم نعمل لهم حكاية باش تقول لهم لا راي المرأة التونسية راهي ما تخافش، المرأة التونسية راهي مش صعبة باش تقفلكم، المرأة التونسية راهي معناها حاطة بدنها قدامكم اللي تحبوا تعملوا فيها اعملوا فيها ما راهي باش تقفلكم، مش باش تخلي حتى حاجة تمس بلادها. برأيك التوانسي بالعموم هن نفهموكي؟ فما شكون بون الأكثرية نتاعهم فهموني الأكثرية نتاعهم ينجموا يكونوا ما يوافقوش على الموقف نتاعي اما يقولوا لي انت حرة وانت عندك الحرية باش تعبر على رايك مهما يكون رايك معناها بخسك الاحزاب تاع المعارضة والمجتمع المدني كله وقفوا معايا معناها نتاع حرة وما ينجم حتى حد يمسك على خاطرك عبرت على رايك باي طريقة مهما تكون الطريقة. تعاطي الاعلام التونسي معي كيف كان؟ انا تصدمت معناها من الصحافه في تونس وقت اللي العالم كل وقت اللي انا عائلتي كانوا شاديني معناها ما العالم كل تكلم في امريكا في استراليا في المكسيك في البرازيل في كندا في ايطاليا في فرنسا في المانيا في بلايص كل في العالم الناس كل تكلمت وتحركت كان في تونس معناها حتى حد لقال فيني الطفله هذيا شنو قاعدة تعمل شنو قاعدة تصير لها معناها حتى حد لا تكلم في المجال هذا الكل هذاك علاش معناها حسيت انه المجال في تونس
ما يهمهمش معناها في العبد جو سيان مع انترفيو في الانترفيو سي بون دبر على روحك ما عادش نسأل عليك. انت من بواحد ما اقتحمتي الخيمة اللي كانت بشارع برجيبة شو هي الرسالة اللي كنت بدك تقوليها؟ خيمة المؤتمر يعني انا سمعت شفت الفيديو شفتك عم تسبيهم بس ما فهمت يعني شو الرسالة اللي كنت انت حابة انك تفوتي توصليها لهم. انا وقتها متعجب انا وصحابي ونسمع فيهم يقولوا تحسين الثورة. قلت لصاحبتي هي ايطالية معي قلت لها انا باش ندخل سي بون. قالت لي ليه مين لازم كولابوراسيون لازم دي ميديا يزالوا شنو. هي ما زالت تحكي وانا دخلت على خاطر كي تحكي انت على قانون تحسين الثورة في حالة في تونس معناها نتاع ناس قاعدة تموت بالجوع نتاع ناس مش قاعدة تاكل مش لاقية ما تاكل ما سي غراف معناها. ديجاش مسلمين ما تجيش قروي ما تجيش عليه قروي ما يشرف عليك جيت ما يشرف عليك هاي صالحيه على الدرب تاع ولاد الحار يا ولد على جيت تحتفل هذا اللي خبص منه ولا نضر ولا نعرفوا على شوف مسلمين شوف مسلمين شنو الحاله دي كارثه دي الزوه من هنا دي تمشي تروح يس دقيقة They make funny. يا زياد يا زياد نحاها العصا نحاها العصا بريني خبيها مالك خبيها غادي بريني عاش خويا.
Where we are going? To the police station. You are arrested? No, they're just like, take me there to protect me. Because people try to arrest me. Go down, go down. منطقة أمن معسكر.